السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هذا الحريشه ديال سميده الشعير اللي كيجيو بنان بزاف، سهلين التحضير بطريقه مبسطه وخطوات يعني اللي غادي ان شاء الله تنجح لكم من اول مره. بالنسبه للمكونات ديال هذه الحرشه هذه غنشارك معكم بالتدقيق التفاصيل وكل شيء في هذا الفيديو هذا. كنتمنى تدعموني بلايك الفيديو واشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي، وندوزو باش نشوفوا المكونات والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو هنا كاس ديال السميده رقيقه، شويه ديال السكر، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الخميره ديال العجينه. عندنا هنايا نص كاس ديال الزيت البلديه، وبطبيعه الحال المكون الاساسي ديالنا هو البلبوله ديال الشعير اللي غادي ناخذ هنا نص كيلو، وغادي نضيفو يعني تقريبا نص كيلو عيني ميزاني. كان عندي النص ديال البكيه، فكيبقى الاختيار ديالكم على حسب نتوما شحال بغيتو ديروا ديال الكميه. اول خطوه كنبداو بها هي اننا كنغسلو هاد البلبوله مزيان، كنغسلوها وكنصفيوها من الماء، ومن بعد كنضيفو عليها الزيت البلديه وشويه ديال السكر. كيبقى اختياري طبعا، اللي ما بغيتوش ديروا السكر تقدروا ديروا عسيله حره ولا شي حاجه بحال هكا اللي تحل لكم المذاقه، ولا بلاش كنديروا الملحه. كنخلطوا كل شيء مزيان كيف ما كتشوفوا هكا، وكنضيفوا عليهم هنايا بهاد المرحله هذه كنضيفوا الماء سخون. الماء خصو يكون يعني ماشي دافي شويه ولكن يكون سخون، ما كاين معتدل. صافي حتى كنخليو العجين ديالنا كنخلطوا هكا، كنخليو ان داك العجينه يكون عايم فوقها الماء شويه، يعني ما يكونش ناقص. كنخليوها لمده ديال ساعه ونص حتى لساعتين. تقدروا ديروها في الليل وتبيتوها باش كتشرب داك الماء مزيان. فكيف ما كتشوفوا انا خليتها ساعه ديال المكانه، خرجت ضربت الدوره ورجعت لقيتها واجده. ضفت عليها الخميره ديال العجينه، وضفت السميده اللي بقات يعني اللي كنت ما درتش في الاول، السميده ديال الحرشه العاديه. خلطت المكونات كلهم مزيان وخليتهم على جنب لمده ديال 10 ديال الدقائق. ممكن تخليهم حتى 15 دقيقه، ولكن راه كتفاعل الخميره دغيا حيتاش كتكون العجينه ديجا يعني دافيه شويه. فكنخلط العجين كيف ما كتشوفوا بشويه بشويه، ما نعجنوش غير نخلطو ونخليوها ترتاح على جنب، ومن بعد كنبداو نخبزوها. بالنسبه للخبز انا درت هنايا السميده ديال الشعير والزنجله الابيض، خلطتهم مع بعضياتهم وفنت العجينه فيهم. كيجيو صراحه هاد الزنجلان كيعطي واحد اللون احمر وزوين لهاد الحريشات، وفي نفس الوقت كيجيو صحيين اكثر وكيجيو بنانين. فكنستمر في الخبز ديال الحريشات ديالي كيف ما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا في هاد لي سيركل هادو. تقدروا ديروهم حرشه واحده كبيره الا ما كانش عندكم الوقت، تقدروا انكم ديروهم هكا صغيرين، كيجيو متولين وكيجيو ساهلين الاحتفاظ بهم. ناكلوا الكميه اللي بغينا والباقي كنحتفظوا به في الثلاجه ونسخنوه في الوقت اللي بغينا. فراه كيجيو ناجحين بزاف وزوينين. كنتمنى تجربوهم، ولا جربتوهم خليو ليا في التعليقات الاراء ديالكم. كنتمنى الفيديو يكون الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ديروا ليا لايك وتعليق تعليق محفز، وان شاء الله نشوفكم واقتراحاتكم. طبعا ديما كيعجبني نقرا لي كومونتير ديالكم ونشوف الاقتراحات ديالكم، لحقاش كنزيد نتانسبيرا منهم باش ان شاء الله دائما نقدم لكم الجديد. وشكرا لكم على المتابعه وعلى المشاهده، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده واقتراحات جديده. نهاركم مبروك.